انا بقالي سنه شغال هنا في الجورنال، سنه بحالها شغال صحفي، ان افهم كلمه ابدا، طب اكتب مقال ابدا، تقولش البعيد حمار. يا ما شاء الله عليا، والله والله ما شاء الله عليا، مش فاهم اي حاجه في الصحافه. انا اصلا ماليش في شغلانه الصحافه دي، انا كنت راجل ببيع جرايد زي الفل، بمشي في الشارع بالموتوسيكل بتاعي اقول اقرا الحادثه اقرا الحادثه. مره ام واحد صاحبي مات، رحت اجامله في العزا، قعدت الف في العزا واقول اقرا الفاتحه اقرا الفاتحه. ادائي عجب الراجل صاحب الجورنال، قام واخدني وقال لي تعالى هتشتغل معايا صحفي. يا عم يهديك يرضيك، انا ماليش في شغلانه الصحافه دي. قال لي ما انا اللي ليا، تعالى بس. قمت جاي معاه ومن شغلتها شغال هنا ولا انا فاهم اي حاجه. يا ما شاء الله، انا عايز اشرب شاي. يا عماد يا عماد، وانا هفضل لامتى بتاع شاي؟ حبيب قلبي، انا ولا هو؟ لا هو طبعا. انا هفضل لامتى بتاع شاي؟ ما انت عايز ايه؟ انتوا ما زهقتوش من سيبكم من الشاي؟ ما زهقش من شكلي وده الكلام يعني. انا بقى انت موجود ومين تاني يعمل شاي؟ يا عم ارحموني بقى، رقوني زي ما كل الناس ما بتترق. ما فيش الكلام ده، انت شبه البراد، اي حد يشوفك لازم يقول لك اعمل شاي. شبه البراد؟ اه والله يا راجل زلوم ايه زلوم. الناس والله ما سايباني في الشارع. المهم خلاص انا جهزت الدنيا، سيبني بس امسح المكان وهعمل لك الشاي. انا عايز شاي. يعني عايزه حالا؟ حالا بالا. طب شوف بقى انا هعمل شاي وشوف مين يكتب لك المقال بتاعك اللي هيتنشر بكره. ايه؟ هروح اعمل شاي. لا 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 خد تعالى بس حالي. انت اكتب المقال ماشي؟ ماشي. اكتب المقال يعني؟ اكتب انت المقال اللي انا هنشره بكره. طب وانا بكتب المقال بحب اشرب شاي. ايوه يعني اعمل ايه؟ جرب احساس حد يقول لك اعمل شاي. يا حبيبي ما ينفعش وانت موجود، محدش هيصدق. جرب بس اعمل شاي ماشي؟ مش هعمل شاي انا. ما خلاص شوف مين يكتب لك المقال. خلاص طب انا هعمل لك شاي. مش بكتب لك مقالات بتكسر الدنيا. ولا بتكسر الدنيا ولا نيل عليك وعلى دماغك، ومقالاتك اللي بتكتبها لي كلها زي الزفت. ليه مش فاكر اخر مقالين؟ اخر مقالين؟ اه المقال اللي نازل في رمضان صح؟ أي. مش هعمل كده تاني، وهات لي كنافه من الكنفاني. ده الكلام؟ ده كسر الدنيا والله. كسر الدنيا ازاي يا ابني؟ ده انا شفته بيقرا الجورنال كده. انت فاهم حاجه؟ دي جرايد علمي دي. طب مقال العيد؟ مقال العيد يا اختي هاتي كحك وغريب البسك ومصر. طب هي يعني جابت في مقال؟ ما جابتش كحك والله. مين اللي جاب؟ هي ما قالتش. لو قالت الجورنال كانت جابت كحك. هي مين يا اختي؟ يا اختي هاتي كحك. انت كاتب المقال ده لاختك يعني؟ ببعت ارخص من ديت الموبايل. الجورنال بجنيه. الجورنال بجنيه يعني اكتب لها وهي تقرا. ما اتضايقناش في حياتنا. ما انت مقالاتك ما بتتنشرش. ايوه دي مشكله ثانيه، دي مشكله ثانيه. انا عندي مشكله ان مقالاتي ما بتتنشرش. عارف ليه بقى ما بتتنشرش؟ ايه؟ عشان انت ما بتمشيش امورك. وهمشي اموري ازاي ان شاء الله؟ شوف الانسه رغده بتعمل ايه مع استاذ شريف رئيس التحرير واعمل زيها. ايه ده؟ يعني انت عايزني اعمل زي الانسه رغده ما بتعمل مع استاذ شريف؟ انت خلاص عملت زي الانسه رغده.